تصريحات كاذبة وتزوير في ملفات طلبات السكن هي نتائج اللجنة الولائية المكلفة بالتحقيق في قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية بدائرة السبد بولاية تلمسان، والبالغ عددها 280 وحدة سكنية. ولولاية تلمسان كشف بالوثائق وأمام الجميع عن أشخاص أغنياء كانوا من المستفيدين. سيدة درجيس كوميرس تاع فورنيتور نتور دي شوسير ريجيست كوميرس اغريكولتور مستفيد من لونسيج، عنده تراكتور، عنده كاميون، وعنده طوموبيل. هذا واحد. واحد اخر صرح بعدم العمل له ولزوجته، عنده ريجيست كوميرس الكتروميناجي لي زاباري دو ريبروديكسيون دي سون اي دو ليماج. 42 مستفيدا ستحال ملفاتهم على العدالة، وهو ما سيسمح بتطهير قائمة المستفيدين. 42 ملف تاعهم وجد العدالة، والله غلا خلصوا وصصروا لا ميم شوز فور توت لي ليست اللي حنا نافيشيو. التحقيقات في ملفات المستفيدين من السكنات الاجتماعية لا تستثني فقط دائرة سبدو، بل حتى دوائر منصورة وشتوان، الغزوات، ولاد ميمون والرمشي، التي ستنشر القوائم فيها بحر هذا الشهر الجاري بمجموع فاق 4000 وحدة سكنية.